بسم الله الرحمن الرحيم. سياسة 225 مدرستكم باسمة هاني. خلصنا المرة الماضية chapter 4، اليوم بدنا نبدأ بchapter 5. chapter 5 موضوع الأساسي procedures، بس إحنا رح ناخذ منه فقط البروسيجرز الجاهزة للقراءة وللطباعة. إحنا أخذنا معظم الأوامر تبعت الطباعة، أوكي؟ معظمها مش كلها، رح نكملها وناخذ أوامر القراءة من هذا الشابتر. carriage return line feed هاي أخذناها عشان أنزل سطر جديد، حكينا call carriage return line feed. أخذنا هون dump registers، تفرجيني قيم الريجسترز. إذا أخذنا dump registers عشان تفرجيني قيم الريجسترز. لو حكيت move EAX فاصلة 10 call dump registers call write binary call write integer call write hexa. وبين كل واحدة والثانية لو عملنا call carriage return line feed أخذناهم مسبقا. ماشي، في عندي call write decimal تشبه write integer، بس write integer بتهمني الإشارة للsigned numbers، أما write decimal للunsigned numbers. رحنا على command prompt هاي عنا call dump registers، عطتني هاي registers، أنا غيرت فقط على ال EAX هاي ال A 10 يعني A بالهكسا. dump registers تعطيني القيم بالهكسا. write binary عطتني الرقم 10 بالباينري. write integer عطتني إياه بالنظام العشري لكن مع إشارة. write hexa عطتني إياه بالهكسا. write decimal عطتني إياه بالنظام اللي هو العشري بس بغض النظر عن الإشارة، يعني unsigned number. move EAX فاصلة وديت القيمة 65 call write character حكينا المرة الماضية write character شو بتعمل؟ بتطبع لي اياه ك character. هاي عندي 65 اللي هي ايش؟ ايه طبع لي الكاركتر اللي هو ايه. اذا ال 65 decimal اللي هي ايه لما بطبعها بشكل character. هاي بالنسبة للأوامر اللي أخذناها. في عندنا هون call dump memory. The dump memory procedure writes a range of memory to the console window in hexadecimal. إذا عشان أقدر أطبع القيم تبعون array باستخدام الـ dump memory بدك تحدد بعض الأشياء. When you call it, pass the starting address in ESI. ضروري الأوفست وين أحطه؟ بالـ ESI، مش أنا حددت هيك الانستركشن بتشتغل. هذا البروسيجر. The number of units in ECX. كم عدد العناصر؟ يعني length of لهاي الأري وين راح أحطه؟ بالـ ECX. And the unit size in EBX. الـ unit size يعني الـ type. إذا كان byte الـ type لإله واحد، إذا كان word الـ type لإله اثنين، إذا كان double word الـ type لإله أربعة. إذا move EBX الـ type للأري. يا واحد يا اثنين يا أربعة. وبعد هيك call dump memory. إذا ضروري أستخدم ESI للأوفست، أستخدم ECX length of، وأستخدم الـ EBX للتايب. راح أستدعي call dump memory، راح يطبع لي إياهم بالهكسا ديسيمال، راح يطبع لي إياهم بالهكسا ديسيمال نوتيشن.
ونكتب كتابي عشان تتذكروهم. هاي عندي هاي list one، حطيت فيها مثلا النوع word، حطيت فيها 2.3.10.6، هاي مجموعة من العناصر. move، اول اشي عندنا ال ESI بدي احط فيها ال offset. offset لمين؟ ل list one. move ECX هاي للدوران، اذا بدها تكون بال ECX length of لهاي list. move EBX هحط التايب اللي هو هون 2، التايب ل list 1. بس اخلص كول dump ميموري، هاي سيف. هاي عنا لاحظوا اعطاني القيم الموجوده بالذاكره، اعطاني الاوفسيت لإله والعنوان وين موجودين، بدايه الليست هاي وين موجوده بالذاكره، اعطاني القيم بالهكسا ديسيمال 2 3 اي 6. اذا اعطاني القيم بالهكسا ديسيمال. اذا دمب ميموري شو بتعمل؟ بتطبع عناصر المصفوف. احنا كنا نطبع عناصر المصفوف المره الماضيه بالاندايركت والاندكس ادريسنج مود باني امشي بدوران عنصر عنصر واطبعهم. هلا صار عندي طريقه جديده اللي هي باستخدام الدمب ميموري، انا بقدر اطبع الاري اللي بدي اياها. واضح دمب ميموري؟ اللي ما كتب اسمه على الشات يكتبه، مش الكل كاتب لانه واضحه. دمب ميموري في حد عنده اي استفسار عليها؟ نيجي ل طبعا بس الاوامر اللي بعطيك اياها هي المطلوبه منك، بس بدي اوامر القراءه والطباعه فقط. في عندي اللي هو طباعه string قبل ما اروح للقراءه. طيب لو حكيت string 1 بايت، دائما السترينج عارفه من نوع بايت احسن، ماشي، لانه كل كاركتر بحاجه لبايت واحد. string 1 بايت حطيت فيه السترينج cs 225.0. عشان اطبع string شو بعمل؟ move edx offset ل السترينج. اذا شو جبت؟ الاوفسيت لوين؟ للاي دي اكس. السترينج دائما بيشتغل مع الاي دي اكس، ماشي. هلا كول رايت سترينج، رايت سترينج ولا رايت مش رايت كاركتر؟ بدي اطبع على السترينج مباشره، ادور على الامر اتاكد منه سي ار ليست بالتطبيقات عشان اعرف شو احنا. رايت اس تي ار اتوقع، لا ريد سترينج، اذا رايت سترينج نفس الشيء، رايت سترينج صح نجرب. بدي اطبع السترينج دفعة واحدة، ماشي الحال. إذا راح استخدم بتلاحظ إنه عشان اطبع سترينج شو راح اعمل؟ موف اي دي اكس الاوفسيت لهذا السترينج، بمسك بدايته بالاي دي اكس عنوانه بمسكه بالاي دي اكس، وكول رايت سترينج، كول رايت سترينج. اذا دائما لما تتعامل مع السترينج بدك تتعامل مع الاي دي اكس سواء قراءه او طباعه. هاي شفنا امر الطباعه. هاي بالنسبه لاوامر الطباعه عندنا، شفنا كيف اطبع
الري موجود عندي بالذاكرة، شفنا كيف أطبع string موجود عندي. هلا أنا ممكن أمشي بدوران وأطبع كاركتر كاركتر زي ما حكى زميلكم، بس بدي أعمل دوران. أول أسهل شو أعمل؟ على طول مباشرة write string، امسك بداية string بالEDX واستخدم call write string، راح يطبع لك string مباشرة. ماشي الحال؟ هاي بالنسبة لأوامر الطباعة. نيجي هلا لأوامر القراءة، بدي أجرب أقرأ. ترى رايت سترينج أي فايل؟ نعم رايت سترينج أي فايل؟ هلا بشوفها، هلا بشوفها بحكي لك أي سلام. ماشي نيجي هلا للقراءة، دورت عليها ما لقيتهاش بس هي موجودة، هلا بحكي لك أي سلام. نيجي للقراءة، بدي أقرأ إما كاركتر أو هيكسا أو بالنظام العشري، هدول وحدة فيهم بتشتغل، أتوقع الريد انتجر هي اللي بتشتغل، وفي عندي ممكن أقرأ سترينج. ماشي، إذا بدي أشوف كيف بدي أقرأ عن طريق الكيبورد. تذكروا لما حكينا أوامر الطباعة بتشتغل على الـ EAX، كمان لما بدي أقرأ راح يقرأ لي بالـ EAX. لو حكيت call read hexa، call read هيكسا، the read hexa procedure reads 32 bit hexadecimal integer from the keyboard and returns the value in EAX. دائما القيمة وين راح تتخزن عندي؟ بالـ EAX. ماشي، إذا دائما القيمة راح تتخزن بالـ EAX. call read hexa، استنى الكيرسر إني أقرأ قيمة. ماشي، وين راح يخزن لي إياها؟ بالـ EAX. بعد هيك بدي أخزنها بمتغير، بدي أخزنها بريجستر ثاني، بصير زي ما بدي. طيب لو كتبت مباشرة بعديها call write hexa، القيمة اللي قرأتها راح يطبع لي إياها بالهكسا. أنا بإيش قرأتها؟ بالهكسا، وراح يطبع لي إياها بإيش؟ كمان بالهكسا، إذا بدي أطبعها بالهكسا. هاي عنا. الكيرسر بيستنى، شو بيستنى؟ بيستنى إني أقرأ. ماشي؟ دخلت مثلاً إيه؟ إنتر. شو أعطاني؟ هاي طبع لي إياها بالهكسا. جزء بدي أطبعها بالديسيمال، جزء أطبعها بالباينري، زي ما بدي أطبعها بالنظام اللي بدي إياه. إذا call read hexa، قرأت قيمة بالهكسا. call read integer، هاي عندي read integer، بدي أقرأ بالنظام العشري. قرأت مثلا الرقم اللي هو 12، لما طبعته بالهكسا أنا هون أعطاني إياه سي، لو طبعته بالانتجر كان أعطاني إياه بلس 12. ماشي، إذا read integer أو read hexa، أنا بقرأ هيك، بقرأ عن طريق الكيبورد. مهم نصير نقرأ، بدي أحكي لك اقرأ لي 10 قيم، بقرأهم ضمن دوران مثلا. ماشي، إذا في عندك read، سوري read hexa، وفي عندك read integer، read decimal هاي ما بتشتغل. طيب هاي مش شغالة عندنا. إذا read integer عشان أقرأ بالنظام العشري. في عندي read hexa، read hexa sorry read character، the read character procedure reads a single character from the keyboard and returns the character in the AL register، لأنه character بده بس byte واحد، فراح يرجع لي القيمة داخل ال AL. لو رجعنا على الكود وحكينا call read character، ماشي، بدي أطبعه مثلا write character، بدي أطبعه ككاركتر. طيب هاي فايل سيف، اقرأ كاركتر، قرأت الكاركتر مثلا دي، هاي الطباعة بالرايت كاركتر، الريد ما بتفرجيني شو الكاركتر اللي أنا دخلته، بس بالكاركتر هاي الشغلة read character ما بتبين الإشي اللي أنا دخلته، بينما الأرقام عادي كلها بتظهر بالريد انتجار، بالريد
هيكسا عادي بتظهر عندي الأرقام اللي أنا بقرأها هون لأني طبعت بين عندي الدي. لو ما طبعت كان ما بين عندي الدي. لو بدي الآسكي كود لإله شو بحكي؟ كول رايت إيش؟ انتجر طبع لي قيمته الرقمية. دخلت مثلا حرف الاي كابيتال اعطاني القيمه الرقميه هيك. ليش؟ لاني لما قرات وين خزن؟ بالاي ال صح؟ فمعناته ممكن يكون في ربش فاليو اصلا بالاي اي اكس على يسارها. فاول شيء بالكاركتر بدي اصفر الاي اي اكس. ليش؟ عشان ما يكون في ربش فاليو. نتاكد. اقرا قرات الاي هاي اعطاني 65 ولا لا؟ اعطاني 65. اذا رايت انتجر طبعت لي قيمته الرقميه اللي هي كم؟ ال 65. لو بدي القيمه الرقميه بالهكسا يعطيني قيمته اللي هي 41. ماشي؟ اذا رايت هكسا بكتب هون. اذا ريد كاركتر بتقرا كاركتر، رايت كاركتر بتطبع هاد الكاركتر. هاي بالنسبه لريد كاركتر. إذا شفنا read character وread hexa وread integer. نيجي على read string. The read string procedure reads a string from the keyboard stopping when the user presses the enter key. إذا بتقرأ عن طريق الكيبورد توقف متى بس أضغط enter. Pass the offset of a buffer in EDX. إذا أنا بعرف الstring هذا عرفته ماشي. الاوفسيت وين راح احطه؟ بالاي دي اكس. دائما السترينج بيشتغل على الاي دي اكس. بعد ذا اوفسيت اوف ا بفر ان اي دي اكس اند سيت اي سي اكس تو ذا ماكسيمم نمبر اوف كاركترز ذا يوزر كان انتر بلس 1. انا عرفت بفر موقع بالذاكره مثلا 20 21 50 بس بجوز ادخل بس كلمه علي ماشي. اذا انا بحدد الماكسيمم نمبر اوف كاركترز ذا يوزر كان انتر اقصى عدد من الكاركتر اللي هو ايش راح احط بالاي سي اكس؟ اللينث اوف او السايز اوف لهذا البفر. راح احط اللينث اوف او السايز اوف لهذا البفر بلس 1. ليش بلس 1؟ لانه دائما الكاركتر بينتهي بزيرو فبحسب حسابي انه في واحد اضافي بس عشان الزيرو. فلما عرفت 21 مثلا دبليكيت زيرو معناته انا بدي 20 كاركتر كماكسيمم وبدي ال 21 هذا الزياده الواحد اللي ضل عشان احط فيه نهايه السترينج اللي هو زيرو. ذا procedure returns the count of the number of characters typed by the user in the EAX register. افرض اني انا دخلت كلمة علي. عدد الكاركترز اللي دخلتهم وين راح يخزن لي اياه؟ داخل الـ EAX. إذا بهمني عدد الكاركترز راح ألقاه وين؟ داخل الـ EAX. إذا the procedure returns the count of the number of characters typed by the user in the EAX register. Read string automatically inserts a null at the end of string. لحالها راح تحط لي النل كاركتر بنهاية السترينج. The data buffer by 21 duplicate 0. عرف لي متغير اسمه buffer مكون من 21 كاركتر كل قيمه أصفار. بايت كاونت هذا عدد السترينج عدد أحرف السترينج اللي أنا فعليا دخلته. ماشي؟ سمالي يا بايت كاونت. احنا حكينا راح يظهر عدد الكاركترز بالـ EAX إذا بتهمني هو بده يخزنها داخل بايت كاونت. دوت كود موف EDX الأوفست للبفر. موف ECX السايز أوف البفر. كول ريد سترينج. إذا خزنت الأوفست داخل الـ EDX خزنت السايز أوف داخل الـ ECX أو اللينكت أوف. كول ريد سترينج اطبع هذا السترينج. إذا بهمني عدد الكاركتر سوري اقرأ هذا السترينج. إذا بهمني عدد الكاركترز اللي قرأتها رح تكون موجودة بالـ EAX ممكن اعملها موف للبايت كاونت. اذا بتهمك اذا ما بتهمك خلص تسالش عنها. هاي عندي string عرفته st1 بايت حطيت مثلا 30 duplicate 0. لما بحط 30 معناته اقصى شيء هذا السترينج بده يكون كم؟ 29 لانه في واحد عشان النل كاركتر، في واحد عشان النل كاركتر. دائما لما بعمل initialization للسترينج حطه احسن زيرو ماشي عشان تضمن انه بعد السترينج يكون في عندك اصفار يعني ما يكون عندك اي مشاكل. مع انه حاكي لك انه هو لحاله بحطها بس احنا دائما يعني بنعمل حسابنا. move edx الاوفسيت لمين؟
لا اس تي 1 موف اي دي اكس الاوفسيت لا اس تي 1 مسكنا بدايه السترينج موف اي سي اكس عدد الكاركترز راح يكون فيه اذا اللينث اوف او السايز اوف متكافئات بالنسبه للسترينج سايز اوف اس تي 1 كول ريد سترينج اقرا هذا السترينج اذا كول ريد سترينج بعد ما قرات السترينج افرض انه بدي اشتغل عليه شغله معينه وبعدين بدي ارجع اطبعه بقدر ارجع اطبعه موف اي دي اكس الاوفسيت اوفسيت لا السترينج وبعدين كول رايت سترينج هاي سيف هاي عنا وين انا عندي شي خطا كاتبه دوت كود شو بيستنى؟ بيستنى اني اقرا. اوكي؟ هاي كول ريد سترينج، استنى مني اني اقرا. دخلت مثلا كلمة أحمد. هاي انتر، شو عمل؟ رجعت مسكت بدايتها وطبعتها، هاي طبع لي. ماشي؟ إذا بقدر اقرا سترينج واطبع. دكتور معلش بس إنه تتبع الكود مرة ثانية. تتبع الكود. عرفت سترينج بايت 30 دبليكيت 0. إذا 30 موقع القيم الابتدائية كلها صفر. هذا أقصى سايز ممكن أستخدمه لهذا السترينج، يعني أنا متأكد إني بدي أستخدم أقل من 30. موف إيد موف إي دي إكس الأوفست للسترينج 1، امسك بداية السترينج، دائما بداية السترينج بمسكها بالإي دي إكس. عشان الريد لازم أحدد كمان السايز أوف أو عدد الكاركترز داخل الإي سي إكس. موف إي سي إكس السايز أوف للإس تي 1، سايز أوف أو لينث أوف. كول ريد سترينج، اقرأ السترينج. خلصنا دخلنا السترينج دخلت كلمة أحمد أقصى عدد الكاركترز لكلمة أحمد 5 بخزن لي إياهم بالإي إي إكس رقم 5 بس أنا مش هاممني كم طول الإشي اللي دخلته حكيت لك اقرأ سترينج واطبع إذا موف إي دي إكس الأوفست للإس تي 1 كول رايت سترينج ماشي الحال إذا قرأت سترينج وطبعت هذا السترينج دكتورة جمل فيها إي سي إكس شو استفدنا منها هاي؟ هيك مصمم يعني أنا لما بحكي لك هذا بروسيجر جاهز هذا البروسيجر بحاجة ل two arguments شو هم بده يتعامل مع ال EDX يكون ماسك بداية السترينج وبده يتعامل مع ال ECX يكون في عدد مرات الدوران اللي بدي أطبع فيه هو هيك مصمم هاي بروسيجرز جاهزة كلها تمام يعني لازم أعرف كل بروسيجر مع أي ريجسترز بيشتغل اوكي بدي احفظهم بدي اعرف كل بروسيجر مع اي ريجسترز بيشتغل عشان اقدر استخدمه وضحت هاي بالنسبه ل قراءه السترينج وطباعته انا مش عارف وين راح السلايد تبع الطباعه شكله رايح مني بالغلط شو الحكايه مش عارف هاي رايت كاركتر لهلا بيجي هاي رايت ديسيمال رايت هيكسا رايت انتجر ايوه رايت سترينج رايت سترينج هاي عرف لي سترينج موف اي دي اكس الاوفست لا هذا السترينج كول رايت سترينج ماشي رايت انال تيرمينيتد سترينج تو ذا كونسول ويندو باس ذا سترينجز اوفست ان اي دي اكس دائما بمسك الاوفست بالاي دي اكس وبعدين كول رايت سترينج ماشي الحال هاي اهم الاوامر اللي احنا بدنا اياها من هذا الشابتر طيب Write a program to read a string. For example, your name and print it. اقرأ string واطبع. حلينا. Write a program to read two integers and find the summation of them. بدي اقرأ two integers واوجد مجموعهم. اقرأ two integers واوجد مجموعهم. كم متغير عرف؟ متغيران
متغيرين. هاي اكس مش محدد لي شو السايز، حط السايز اللي بدك اياه. هسه الاشي دبل وورد ماشي، كويستشن مارك لسه ما له قيمه، واي دبل وورد وكمان كويستشن مارك. طيب عشان اقرا كول ريد، انت حر تستخدم ريد هيكسا، تستخدم ريد انتجر. اذا بدي اقرا ب الديسيمال معناته بدي استخدم ريد انتجر. طيب مين يحكي لي الشيء اللي قراته وين خزنه؟ داخل الاي اي اكس صح؟ هدول الاوامر كلها بتشتغل على الاي اي اكس، هاي الاوامر بتشتغل على الاي اي اكس. طيب فريد انتجر قرا لي هذا الانتجر، خزن لي اياه بالاي اي اكس. اوكي لما بدي اقرا كمان رقم وين راح يخزن لي اياه؟ برضه بالاي اي اكس، كلهم بيشتغلوا على الاي اي اكس. معناته شو؟ لازم اوديه على متغير، عشان عرفت متغير اسمه اكس، بدي اودي هاي القيمه على المتغير اكس عشان ما يضيع معي القيمه اللي قراتها ما تضيع معي. اوكي فبدي اعمل موف للاكس، جيب لي قيمه الاي اي اكس. هاي اول قيمه قراتها خزنتها داخل الاكس. هسه شو بدي اعمل؟ بدي اقرا القيمه الثانيه، كول ريد انتجر اقرا القيمه الثانيه، وين بدي اخزنها؟ داخل الواي، موف واي فاصل اي اي اكس. لاحظ هاي الجمله كثير مهمه، لاني لو ما كتبتها بعد ما قرات قيمه رجعت قرات قيمه راحت القيمه الاولى، لازم القيمه الاولى اخزنها بمكان. طب انا معرف متغيرين اكس وواي، ليش؟ يعني بدي اخزن واحده داخل الاكس وواحده داخل الواي. اذا بعد ما قرات حكيت له خزنها داخل الاكس، بعد ما قرات القيمه الثانيه حكيت له خزنها داخل الواي. بدي اجمع، بدي اعمل عمليه الجمع. طبعا داخل الاي اكس هسه موجوده قيمه الواي، ممكن على طول اجمع لها الاكس او خليني اعمل الجمع كاني بعرف وين موجود. بدي اعمل عمليه الجمع، موف اي اي اكس فاصله جيب لي قيمه الاكس، اد للاي اي اكس قيمه ايش؟ الواي. اذا جمعت الاكس مع الواي، وين الجواب موجود؟ انا مخزنه داخل مين؟ داخل الاي اي اكس. كول رايت انتجر اطبع لي القيمه الموجوده داخل الاي اي اكس، اتاكد. اقرأ قيمة، دخلت القيمة 5. شو بيستنى؟ اقرأ قيمة، دخلت القيمة 8. هاي انتر، شو أعطاني؟ مجموع القيمتين اللي هم 13. مجموع القيمتين طلع معي 13. بجوز واحد أشطر مني بده يعمل جمل توضيحية، شو الكيرسر بيستنى منك؟ تحكي له اقرأ. إذا ممكن هون أعرف سترينج، بدي هيك أوضح برنامجي شوي. S1 عبارة عن بايت. طيب بدي أخزن فيه انتر فاليو 1 مثلا، وهاي S2 عبارة عن بايت انتر فاليو 2. ماشي، قبل ما أقرأ بحكي له اطبع لي السترينج، موف اي دي اكس الاوفسيت لمين؟ لمين؟ اس 1 صحيح، موف اي دي اكس الاوفسيت لاس 1. مين رد اللي جاوبت؟ نور. انا دكتوره. اذا بدي اقرا الرقم الاول، فعشان هيك بدي اوضح له، بدي احكي له انتر فاليو 1. إذا موف اي دي اكس الاوفست لاس 1، أعطيني مسكت بداية السترينج، كول رايت سترينج. إذا أول شيء راح يطبع لي انتر فاليو 1 وبستنى مني، فبدخل القيمة الأولى، مش هيك أحسن؟ بعدين قبل ما أدخل القيمة الثانية برضه بدي أحكي له موف اي دي اكس الاوفست لمين؟ لاس 2 هسا، انتر فاليو 2. بعدين كول رايت سترينج. اوضح ولا لا؟
نشوف فايل سيف. هي جمل توضيحية لبرنامجي، خلص صرنا نعرف نكتب بوضوح باستخدام الاسمبلي. شو اعطاني؟ انتر فاليو 1 بدخل القيمة الأولى، هاي القيمة الأولى. انتر فاليو 2 دخلت القيمة الثانية، اعطاني المجموع. برضو المجموع ممكن أوضح له، خلينا أحط هون فراغ عشان يبين إنه انتهت هاي الجملة. برضو المجموع قبل ما أجمع ممكن أوضح له، شو أحكي له؟ S3 بايت summation equal بهذا الشكل، وباجي قبل ما أجمع أحكي له move EDX الأوفست ل S3 call write string، اطبع هاد string. هاي من فايل سيف، هاي عندي انتر فاليو 1 دخلت القيمة 9، انتر فاليو 2 دخلت القيمة 4. السميشن شو اعطاني؟ 9 زائد 4 كم؟ 13. واضحة الفكرة ولا لا؟ إذا صرنا نكتب برنامج بالأسمبلي بيقرأ بيطبع بيعطيني جمل توضيحية، صرنا أقوى باللغة. ماشي؟ اعتمدنا على بروسيجرز موجودة أصلا جاهزة بتساعدني بالحل. Write a program to read 10 numbers and find the summation of them using loop. بدي أقرأ 10 قيم وأوجد مجموعهم باستخدام لوب، باستخدام الدوران. هذا السؤال رح يكون وظيفة معك اليوم وبكرة إن شاء الله عشان تحل هذا السؤال. ماشي؟ هذا السؤال وكمان سؤال رح أعطيك على موضوع حساب. دكتورة عادي لو تحلي لنا السؤال من تعون الأسايمنت اللي فات، أنا مش متأكد منه. الأسايمنت الماضي فيها عدة أسئلة. اي سؤال قصدك كل الاسئله؟ انه اذا بدك اياه كله، بس انه بدي الثالث، هذا مش متاكد منه لاني ثالث. طيب بحله وبحط لكم اياه على الاي ليرنينج. طيب لانه اليوم ضروري بتعطي كمان موضوع. ماشي ان شاء الله. اذا هذا السؤال راح يكون واحد من سؤالين راح يكونوا معك وظيفه للمره القادمه اليوم وبكره راح يكون معك عشان تحل هذا السؤال، وكمان سؤال رح أعطيه على الموضوع اللي رح نأخده الآن. في أي سؤال على أوامر القراءة والطباعة؟ في حد عنده أي استفسار عن أوامر القراءة والطباعة؟ طيب بدنا هلأ شابتر 5 ما بدنا منه غير فقط أوامر القراءة والطباعة، مش أكثر من هيك، ما رح ندخل بأي تفاصيل موجودة داخل هذا الشابتر. بديش اعطي البروسيجرز، بدي فقط البروسيجرز الجاهزه. بدي انتقل هلا للشابتر اللي بعده واللي هو مهم كثير، شابتر 6 في الكونديشنال بروسيسنج، بتعامل مع الكونديشن، يعني بدي امثل اف ستيتمنت بدها شرط، بدي امثل وايل ستيتمنت بدها شرط. قبل موضوع الكونديشنز بدنا ناخذ بعض الانستركشنز اللي هم الاند والاور والاكس اور والنوت، بعد هيك بنيجي لموضوع الكومبير والانستركشنز. هاي conditions and instruction. الآن نعرف أنا وياك إنه zero and zero شو بتعطيني؟ zero. zero and one شو بتعطينا؟ zero. one and zero بتعطيني zero. one and one شو بتعطيني؟ one. إذن الآن بكل الأحوال بتعطيني 0 ما عدا بحالة 1 and 1 راح تعطيني 1.
لما بيكون عندي register مع register أو register مع memory أو register مع immediate أو memory مع register أو memory مع immediate وعملت بينهم and هو بيعمل performs a boolean and operation between each pair of matching bits in two operands. إذا عندي two values وبدي أعمل لهم and. كيف بعمل لهم and؟ باخد bit مع البت اللي بقابله بعملهم and. كل بيت مع البيت المقابله وبعملهم and وهكذا. اذا راح اخذ كل بيت مع البيت المقابل لإله واعملهم and. واضحه؟ and destination source. هل الand بتعدل على الديستنيشن؟ اه بتعدل على الديستنيشن. الجواب راح يكون بالديستنيشن. عشان هيك اطلع على الديستنيشن. هل في immediate value؟ لا. ايش في؟ يا register يا memory. اذا بتلاحظ انه انا ما عندي immediate value، عندي فقط يا register يا memory. واضحه الفكره؟ اذا راح اعمل boolean and between each pair of matching bits، كل bit مع البيت المقابل لإله. طيب move al هاي القيمه and al مع هاي القيمه، بصير على اليمين يكون عندي immediate value، بس هون على اليسار الديستنيشن ما بيكون immediate value لانه الجواب راح يتخزن بالديستنيشن، فهون راح يتخزن الجواب بالاي ال. لازم يكون في عندي ريجستر او ميموري، يعني موقع اخزن فيه. لو اجيت اعمل اند لهدول التو فاليوز، راح اعمل اند لل1 مع ال1 راح يعطيني الجواب 1 1 اند 1 1 0 اند 1 0 1 اند 1 1. طيب 1 and 0 0 1 and 0 0 0 and 0 0 0 and 0 0. أهم إشي بدنا نعرف شو تأثير الأند. الواحد شو تأثيرها بالأند؟ اطلع الواحد عملت لها أند مع واحد ضل الجواب واحد. الصفر عملت لها أند مع واحد ضل الجواب صفر. إذا شو تأثير ال1 مع الأند؟ unchanged، ما بيعدل ما بيغير. إذا شو تأثير ال1؟ unchanged. نيجي لهاي الجزئية، شو تأثير الصفر؟ ال1 and 0 شو صار؟ 0. وال0 and 0 شو صار؟ 0. إذا ال0 بالآن شو بتعمل دائما؟ clear، بتصفر هذا البيت. اوكي؟ إذا الآن مهم تعرف فيها انه تاثير ال1 ايش؟ unchanged، وتاثير الزيرو ايش؟ كلير. الزيرو راح تعمل كلير، هاي عندك اي شيء اند زيرو، هاي الصفر اند صفر صفر، والواحد اند صفر صفر. اذا الصفر شو بتعمل دائما؟ كلير. شو يعني كلير؟ يعني بتخلي القيمه صفر. بينما الشيء اللي عملت له اند مع الواحد، الصفر لما عملت لها اند مع الواحد ضلت صفر، والواحد لما عملت لها اند مع الواحد شو ضلت؟ واحد. اذا الواحد unchanged والصفر كلير، تعمل كلير لهذا البيت. واضح؟ مين مش فاهم؟ طيب نيجي على الاور. الاور اكرم من الاند. 0 اور 0 0 0 اور 1 1 1 اور 0 1 1 اور 1 1 دائما بتعطيني واحد الا اذا كان صفر أور صفر بتعطيني صفر. ماشي؟ إذا بكل الأحوال بتعطيني واحد ما عدا إذا كان صفر مع صفر بتعطيني صفر. نشوف شو تأثير الأور. لما حكينا الواحد شو أثرت على الصفر؟ خلتها إيش؟ واحد. والواحد أون شو أثرت على الواحد؟ خلتها واحد. إذا أي شيء بعمل له أور مع الواحد بصير قيمته واحد، يعني إيش بتعمل؟ ست. شو يعني ست؟ يعني بتخلي القيمة واحد. ست معناها بتخلي القيمة واحد. نيجي على تأثير الصفر. الصفر أور صفر بتضلها صفر، والواحد أور زيرو بتضلها إيش؟ واحد. إذا الزيرو بالأور unchanged، الون ست. بينما الآن شو؟ الون شو بتعمل؟ هي اللي unchanged، بينما الزيرو إيش؟ clear، تعمل الجواب صفر. clear يعني بتخلي الجواب صفر، ست يعني بتخلي الجواب واحد. واضح الاند والاور؟
مين عنده استفسار؟ دكتورة لازم يكونوا الـ two values نفس size ولا عادي؟ آه لازم. حكي لي كون ملاحظة إنه same operand types as move طبعاً نفس الشروط. ما بصير memory مع memory لازم يكون نفس size. ما بصير destination يكون immediate value. طيب. يجي على XOR. Zero XOR zero تعطيني zero. Zero XOR one شو بتعطيني؟ One. One XOR zero تعطيني one. One XOR one تعطيني zero. يعني المتشابهات تعطيني إلهم zero. المختلفات تعطيني إلهم إيش؟ One. شو تأثيرها؟ شو تأثير الصفر؟ الصفر عملت له XOR مع الصفر ضلوا صفر، والصفر عملت له XOR مع الواحد ضلوا واحد. إذا شو تأثير الصفر؟ Unchanged. شو تأثير الصفر؟ Unchanged. نشوف تأثير الواحد. الصفر عملت لها XOR مع الواحد خلته واحد، والواحد هون عملت له XOR مع الواحد خلته صفر. هاي الXOR مع الواحد، الXOR مع الواحد، الصفر صارت واحد والواحد صارت صفر. إذا شو تأثير الواحد بالXOR؟ invert عكست. تأثير الواحد بالXOR invert، بينما تأثير الصفر unchanged. واضح؟ ميزهم هدول. نرجع الآن الصفر شو عملت؟ كلير. الواحد هي اللي unchanged. الOR الصفر unchanged. الواحد ايش عملت؟ set، خلت القيمة واحد. حكينا أكرم. هاي نيجي على الXOR. الصفر unchanged، بينما الواحد شو عملت؟ invert عكست، عكست القيمة. طيب بينما النط شو بتعمل؟ النط إلها operand واحد تعكسه. الصفر بصير واحد والواحد بصير صفر. not destination، not لريجستر أو not لميموري. اعمل not لهاي القيمة. طبعا هاي القيمة لازم تكون بريجستر أو ميموري. ال1 بصير 0 والزيرو ايش بصير؟ 1. اذا شو بتعمل؟ invert. تعمل invert. move al 1 1 1 1 0 0 0 0. not al اعكسهم. الواحد بتصير سوري الصفر بتصير واحد، الصفر بتصير واحد، الصفر بتصير واحد، الصفر بتصير واحد. نيجي هلا للواحد صارت صفر. الواحد هاي صارت صفر، الواحد صارت صفر، والواحد صارت صفر. اذا النط راح تعكس، كل واحد بتخليه صفر وكل صفر بتخليه واحد. واضح؟ طيب لو حكيت لك اعكس لي شغله بدون ما تستخدم النط، شو بتستخدم؟ لو حكيت لك اعكس لي شغله بدون ما نستخدم النط شو نستخدم؟ مين بيعرف؟ شو حكينا عن هلا وحده من الانستركشنز تعمل انفيرت؟ شو هي؟ الاكس اور الواحد، الاكس اور مع واحد. هاي عندي نرجع، هاي الاكس اور مع الواحد شو عملت؟ انفيرت. صحيح، اذا الاكس اور مع الواحد بتعمل انفيرت. اذا لو حكيت لك اعكس بدون استخدام النط راح تستخدم الاكس اور مع الواحد راح تعمل انفيرت. مين الجوابات؟ أنا منار دكتورة. يعني الإكس أور راح تعكس، بس مش أي إكس أور، إكس أور مع الواحد، إكس أور مع الواحد. تطبيقات على هذا الموضوع. Convert the character in AL to upper case. حول الكاركتر الموجود بالـ AL للـ upper case. يعني أنا عندي small letter وبدي احوله لكابيتال لتر. الاي سمول شو قيمتها؟ سبعة وتسعين. الاي كابيتال شو قيمتها؟ 65. كم الفرق بينهم؟ كم الفرق بينهم؟ 32. صح.
صحيح، الفرق بينهم 32، دائما الفرق بين الكابيتال والسمول 32. هلا مين الاكبر؟ السمول هي الاكبر، السمول هي الاكبر. لو اجينا مثلا للاي سمول، هاي قيمتها، هاي 2 قوة 0، هاي 2 قوة 1، هاي 2 قوة 2، هاي 2 قوة 3، هاي 2 قوة 4، هاي 2 قوة 5، هاي 2 قوة 6، هاي 2 قوة 7، صح؟ 2 قوة 0 اللي هي ايش؟ الاثنين قوة صفر اللي هي شو قيمتها؟ واحد. واحد. اثنين قوة واحد اثنين. اثنين قوة اثنين أربعة. اثنين قوة ثلاث ثمانية. اثنين قوة أربعة 16. 2 قوة 5، هذا البيت بدنا نركز عليه، هذا شو قيمته؟ 32. هذا قيمته 32. طيب هذا قيمته 32. لو الاي سمول شلت منها 32 شو بتصير؟ بتصير اي كابيتال، صح؟ لو الاي سمول شلت منها 32 راح تصير اي كابيتال. فهذا البيت لو حولته من 1 ل 0 راح يصير ايش؟ راح يصير A كابيتال، لأنه 97 هيك شلت منها 32 شو صارت؟ 65. إذا صارت 65 معناته الـ A سمول اتحولت لـ A كابيتال. إذا أنا بدي أنقص من الرقم 32، بدي أنقص من الرقم 32، يعني هذا البيت اللي قيمته 1 لو صار 0 فمعناته أنا نقصت من الرقم 32. شوف شو عمل. موف AL إم قيمة. هلا and al مع 110111111 بالباينري. طيب هذا البيت اللي هو البيت 5، اي 1 2 3 4 5 6 هو السادس، بس احنا بنحكي هون 2 قوه 0، 2 قوه 1، 2 قوه 2، 2 قوه 3، 2 قوه 4، 2 قوه 5. use the and instruction to clear bit 5. اذا استخدم الاند عشان تعمل كلير للبيت رقم 5، البيت هاد اعمل له كلير. نيجي على الاند، شو كان تاثير الصفر والواحد فيها؟ ارجع لي على الاند. الصفر شو بتعمل؟ كلير، بتخلي القيمه هاي صفر، بينما الواحد شو بتعمل؟ unchanged، بتحافظ على القيمه زي ما هي. فانا بدي احكي له حافظ على كل القيم الموجوده عندي هون، كل البيتس حافظ لي عليها ما عدا البيت رقم 5، اعمل له كلير. شو يعني اعمل له كلير؟ خلي قيمته صفر. هيك أنا بكون نقصت من القيمة 32، فمعناته تحول من السمول للكابيتال، تحول من السمول للكابيتال. إذا move AL A and AL مع هاي القيمة اللي هي 110111111، لا تنسى باينري، كثير هاي الطلاب بنسوها فبيطلع الرقم عندهم غلط، ماشي؟ لازم تحكي إنها باينري هاي القيمة. لما بعمل اند للاي سمول مع هاي القيمه معناته انا شلت ال 32 فبدها تتحول لايش؟ لاي كابيتال، راح تتحول لاي كابيتال. دوت داتا اري بايت 50 دوبليكيت كويستشن مارك. دوت كود موف اي سي اكس اللينث اوف الاري، بدي لاري كامله اعمل هذا الشغل. موف اي اس اي الاوفست للاري، مسكت بدايه الاري وحددت عدد عناصرها بالاي سي اكس. بدي اعمل دوران ال1 اند بايت بي تي ار بين براكتس اي اس اي فاصله هاي القيمه. اذا بعمل كلير للبيت رقم 5 لكل عنصر موجود بهاي الاري، لكل عنصر موجود بهاي الاري. اند بايت بي تي ار بين براكتس اي اس اي مع هاي القيمه. هل ضروري هون كانت البايت بي تي ار؟ نعم. ليش؟ عشان هذا الرقم ما بيحدد لي السايز، فلازم استخدم بايت بي تي ار. طيب شو نوع الادريسنج مود هون لما بستخدم الاوفست واسم الريجستر بين براكتس؟ نعم اندايركت.
صحيح حكي إسلام indirect addressing mode. إذن هذا عبارة عن indirect addressing mode. Indirect and addressing mode. إذن and byte PTR ESI مع هاي القيمة. Increment ESI ليش؟ عشان أنتقل للحرف اللي بعده. Loop L1. وهكذا. خذ القيمة الثانية. Increment loop. إذن هيك بحول أنا من small letter ل capital letter. ماشي هيك بنحول من small letter ل capital letter. لو حكيت X فعمل هو move AL القيمة مباشرة و AND AL مع هاي القيمة. طيب move AL قيمة في small letter AND AL مع ايش؟ 1 1 0 1 1 1 1 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي بالباينري. إذا move AL الحرف A and AL مع هاي القيمة. call write character خليني هون move EAX فاصلة زيرو. هاي عندي A small حول لي اياها لايش؟ ل A capital. طب لو انا ما بدي اثبتها انها A small بدي اقرا بدي اقرا اذا بدال هاي الجمله شو راح احط؟ call read character. character اللي قراته اعمل له and مع هاي القيمه وبعدين اطبع لي اياه. خليني اطبعه قبل وبعد. call write character. دائما بتتعامل مع الكاركتر بالاول صفر الاي اي اكس لانه الكاركتر بتعامل مع اي ال لحال. هاي فايل هاي سيف. دخلت كاركتر مثلا اتش سمول شو اعطاني اياها؟ اتش كابيتال. دخلت مثلا اي سمول اعطاني اياها اي كابيتال. لسه ما اخذنا كيف نشيك انه سمول ولا مش سمول. إذا أنا بدخل حرف سمول حول لي إياه لكابيتال لتر. واضح؟ هذا لحرف واحد، الكود اللي بعده كاتبه على أساس أتعامل مع الري كامل. على أساس أتعامل مع الري. بدوران عمل هذا الشغل. تعرف الاري اللي هي الاري باي فيها كلمة معينة بالسمول لتر. هاي عندي سمول لتر ماشي كلها سمول. احنا ما عندنا ما بنشيك لسه على الكابيتال والسمول. بدي ادخلها بالسمول ويحول لي اياها للكابيتال لتر ماشي. إذا move ECX length of the array move ESI offset للأري and byte PTR ESI جوا الدوران اعمل and مع هاي القيمة increment ESI loop. انتقل للحرف الثاني and increment ESI روح على الحرف الثاني سوري عملت and للحرف الثاني هلا increment روح للحرف الثالث loop وهكذا لحد ما أخلص جميع العناصر. بس أخلص إذا بدي أطبع هذا السترينج move EDX الأوفست لا الاري وكول رايت string. هاي انا كتبت اسمي بالسمول لتر حول لي اياه كله للكابيتال لتر. بس خلصت حاولت اطبع هذا السترينج بعد التعديل. هاي اعطاني اياه
الكابيتال لتر. مين مش فاهم؟ دكتور ماشي الاوفست هو بيجيب اول قيمه بيكون تمسك بدايه الاري. طبعا يعني مش لما حطينا اوفست اري وديناها للاي دي اكس لازم بس انه بدايتها يودي مش انه كامله. لا هذا بروسيجر جاهز رايت سترينج. شو بيعمل؟ يطبع لي كل السترينج. هسه لما اخذنا اوامر الطباعه مش اخذنا من ضمنهم كور رايت سترينج؟ كور رايت سترينج شو بدها؟ بدها بس الاوفست احطها بالاي احطه بالاي دي اكس لحاله بيشتغل. هذا البروسيجر جاهز ماشي. بياخذ هذا السترينج لحد ما يوصل للزيرو هاي اللي هي نهايه السترينج وبطبع لي اياه. اسلام معانا؟ تمام. اذا هيك حولت من السمول لتر للكابيتال لتر. طيب السؤال الثاني راح يكون وظيفي معك اللي هو العكس. لو حكيت له حول من الكابيتال للسمول لتر. حول من الكابيتال للسمول لتر. طب الكابيتال 65 والسمول 97 بالنسبه للاي. معناته هون بدي ازيد القيمه ولا انقصها؟ ازيدها. بكم؟ ب 32. اذا بدك تفكر شو بدي استخدم بدال الان؟ بدي ازيد الرقم. يعني هذا البيت بدي احوله. ماشي؟ البيت اللي هو مش هذا اللي هو هنا هذا البيت بس يعني هون البيت اللي كان اصلا هون بالسمول كان واحد اما بالكابيتال هو صفر اصلا بدي احوله لواحد. بالعكس هو صفر وبدي احوله لواحد. اوكي اذا شو بدك تشوف شو بدك تستخدم بدال الاند وشوف شو الرقم اللي راح تشتغل عليه. بدك تركز على نفس البيت بس بالعكس. هلا العمليه بالعكس. كنت بدي اعمل كلير لهذا البيت هلا بدي اعمل ست لهذا البيت. ماشي البيت هذا هو صفر وبدي ازيده ب 32 يعني بدي اعمل له ست. ارجع للانستركشنز وشوف ايش الانستركشن اللي راح تستخدمه. طيب اذا السؤال الثاني راح يكون عندك سترينج وحوله بالعكس. بدي احوله هلا بالعكس. هون بحول من السمول للكابيتال. هناك بدي احول من الكابيتال للسمول. اتفقنا؟ المثال الثاني اللي بدنا نشوفه اليوم اللي هو هذا المثال. Convert a binary decimal byte into its equivalent ASCII decimal digit. لو رجعنا على الاسكي كود بنلاحظ لما فرجانا اياه بالهكسا شفنا انه الاثنين بتصير 32 بالهكسا، الثلاث بتصير 32 بالهكسا، الاربعه بتصير 34 بالهكسا. ماشي؟ اذا بدي استخدم اور. ليش؟ To set bits 4 and 5. تعمل set للبيتس 4 و5. ليش البيتس 4 و5؟ ليش البيتس 4 و5؟ هي 0 1 2 3 4. 2 قوة 4 شو قيمتها؟ 16. 16 و2 قوة 5 شو قيمتها؟ 32. 16 زائد 32 48. ماشي 48 بالديسيمال هي نفسها ال 30 بالهكسا. 48 بالديسيمال هي نفسها ال 30 بالهكسا. اذا الفرق بين الرقم والهكسا لإله اللي هو 48 بالديسيمال اللي هي 30 بالهكسا. إذا عشان أحول الرقم للآسكي كود لإله بدي أزيده 30 هكسا. 30 هكسا يعني إيش؟ يعني 48 بالديسيمال. فال 30 هكسا اللي هم إيش؟ ال 48 ديسيمال اللي هم إيش؟ البيت رقم 4 والبيت رقم 5. بدي أزيد بدي أعملهم ست. إذا شو أستخدم؟ أور. بدي أستخدم أور عشان أعمل ست. هاي بتساعدك لسؤال الوظيفة. بدي أعمل ست. بدي ازيد الرقم، اذا شو راح استخدم؟
الاور. شو عمل؟ خلالي كل البتس بده يعملها اور مع صفر، بينما البتس اللي بدي اياهم راح يعملهم اور مع ايش؟ مع الواحد. نرجع على الاور ونشوف شو تاثيرها. زي ما حكيت لك هاي بتساعدك بسؤال الوظيفه. نرجع على الاور. الواحد تعمل ايش؟ ست، بتزيد القيمه خليها واحد هون. والصفر شو بتعمل؟ unchanged. معناته البيتس اللي ما بدي اياهم يتغيروا راح اعملهم اور مع ايش؟ مع الصفر. والبيتس اللي بدي يصيروا ست يصيروا واحد راح اعملهم اور مع ايش؟ مع الواحد. بالاند البيتس اللي ما بدي يتغيروا بعملهم اند مع الواحد. بالاور البيتس اللي ما بدي يتغيروا بعملهم اور مع الصفر. طيب بالاور البيتس اللي بدي يزيدوا بحط لهم هون واحد عشان يصيروا ست، تصير قيمتهم واحد. فإذا move AL6 or AL مع هاي القيمة. شو بيعمل؟ البيتس اللي قيمتهم عملت لهم أور مع الصفر راح يضلوا زي ما هم، والبيتس اللي عملت لهم أور مع الواحد راح يزيدوا، يعني راح يصير معمول لهم هون ست، يعني زدت على هاي القيمة 48 بالديسيمال اللي هي 30 بالهكسا. واضحة ولا لا؟ اللي فهمها بفهم كيف يحل الوظيفة، يعني لهم علاقة كبيرة ببعض، ما هي مبينة. ماشي الحال؟ في حد عنده أي استفسار؟ في حد عنده أي استفسار؟ هاي بالنسبة للأربع instructions هدول. المرة الجاي راح نبلش بموضوع كثير مهم اللي هو كيف تتعامل مع الشرط. راح أتوقف اليوم لحد هون، خلص انتهت هيك المحاضرة، يعطيكم العافية. راح يكون عندك سؤالين وظيفة، واحد على القراءة والطباعة وواحد على الانستركشنز اللي أخذناهم هلأ معك لتسليمه اليوم ولنهاية بكرة بإذنه تعالى. يعطيكم العافية جميعا. معلش أطلع دكتورة، بس شغلة من قبل ما تطلعي، هسا كيف التقسيم ال25 على